في قرية في صعيد مصر، كان راكب شاب الحصان وبيجري في عز الليل والغضب مال عينيه. فهي عادته لما الغضب يكون مال عينيه يجري لما حاجة تكون متعصبة بالحصان، يمكن يرتاح من الغضب اللي جواه. هو شاب من أكبر العائلات في الصعيد، ويعتبر هو كبيره. كان بيجري وهو بيفتكر كل اللي حصل معاه من نص ساعة. في أوضة من نص ساعة كان واقف مع مراته واللي هي المفروض بنت العيلة العدوة لي. كان واقف وبيقول لها بغضب: انت تحمدي ربنا ان انا رضيت اتجوزك، ولا عمرك ما كنت هتلاقي حد يتجوزك. بصت في عينيه جدا وبكل تحدي وابتسامة باردة ردت عليه البنت وقالت: ليه فواز بيه؟ قالوا لك هربانة مع شاب؟ سمعتي زي الزفت. انا الحمد لله كل البلد بتحلف بأدب وبأخلاقي، وعمري ما وطيت راس اهلي في الارض. وبعدين هو انا كنت مش هلاقي حد ليه؟ انا كل يوم بيتقدم لي عريس، تفتكر ايه اللي يخليني واحده زي بتجوزك بقالها 3 شهور لو مش لاقي عريس؟ مش طايقاك ومش طايقه عيلتك ومش طايقه حد فيكم. ها تفتكر الاجابه؟ تجاوب انت ولا جاوب انا؟ هجاوب انا، لانك مش تملى عين، فهمني، مش تملى عيني، بقرف منك ومن عيلتك. بدل ما كنت يا حبيبي تدور على اختك وتجيبها، لا قلت نخلص الموضوع واحدة قبل واحدة، كأنكم بتشتروا بطاطس. روح يا حبيبي دور على أختك وشوفها فين، شوفها هربت مع مين، وبعدين ابقى تعالى كلمني أنا بالطريقة دي. اتعصب جامد جدا وهي اتكت على الدك جرحه، لا اداست عليه. هو اتكلم بغضب وقال لها: بتقولي كلام، أي كلام، بس انتي كنت هتبوسي رجلي زمان علشان اتجوزك، فاكرة ولا نسيتي؟ اديك قلت زمان لما كنت فاكراكم ناس في قلوبكم رحمة، زمان لما كنت ببقى قاعدة معاك في الارض واشوفك قد ايه طيب، مش دلوقتي لما عرفتكم على حقيقتكم والقسوة اللي في مالية قلوبكم، لدرجة ان اختك فضلت تهرب وسمعتها تتلوث ولا هي تعيش معاكم. شفت اللي منكم هرب، ما بالكم بقى بالغريب اللي عارف حقيقتكم، هيحبكم على ايه؟ نار جواكي علشان سبتك واتجوزت غيرك. انت فكرك يعني انا مش عارف كل اللي جواكي؟ فكرك مثلا اني مش عارف انك يوم الفرح فضلت تعيطي لحد ما كشفوا عليكي وعرفوا ان عندك انهيار؟ فكرك يعني مش عارف ان انت كنت بتموتي يوم فرحي على مي مراتك اللي فضحتك بعد 2 شهر جواز ورفعت عليك قضية وكسبتها وخدك منك تعويض شيء وشويات علشان ضربتها وهي حامل وخليتها تنزل البيبي في أول شهر؟ وده كله ليه؟ علشان نسيت الوالدة فضلت تقول لها شيلي وحطي وحطي وشيلي، ولما رفضت وقالت لها أنا حامل وتعبانة إجت واشتكت لك. وإنت يا راجل يلي بقولوا عليك الأيام دي ما انتش راجل وانت حاجة تانية، قالوا لك قمت نزل فيها ضرب 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 لعندي ما نزلت البيبي، وأبوها إجا خدها. ده رجالتي البلد كلها بقت خايفة تناسبك يا أخي، ده مفيش واحدة رحت لها انت وامك بعد الطلاق وافقت بيه وجاي تقول لي هموت علي؟ ده انا حمدت ربنا ان ربنا خلصني منك، وكل الحب اللي كنت بحبه لك زرع كره. ده انا بفكر ان امك الحية اللي زيك هي اللي قالت لاختك تعمل كده علشان انا تتجوز، ما انت عارف اني بحب اخواتي وولاد عمامي واكيد اضحي بعمري علشانهم. كان لسه هيقرب عليها علشان يمد ايده عليها، اتكلمت بصوت واثق وقالت له: ايه هتمد ايدك عليا؟ طب اعملها، فكر تعملها كده وشوف ايه اللي هيحصل. ما هو اصلا انا مش زي ما يحصلنا لما انضرب واروح ارفع قضيه، لا الكف هيكون مكانه 2. وبعدين يا حبيبي بدل ما تعمل عليا يا راجل روح شوف اختك المصونه هربت فين واسترجل عليها. في الوقت ده مش قدر يعمل لها حاجه ومشي علشان كل اللي في ايده ايه غير ان هو يمشي، هيضربها ما هيتفضح، كفايه الفضيحه اللي اخته عملتها له واللي مي قبل كده عملتها له، فهو بسبب غدره بيها زمان كان ربنا بيديله وبقول له خد علشان ما تغدرش بحد بعد كده. فمن شروطه كان وصل مزرعه الخيل اللي عنده، نزل مع الحصان وحط له الاكل وقعد يتفرج على الحصان اللي نايم واللي بياكل واللي قاعد، وقال في نفسه: يا ترى ايه اللي بيحصل؟ يا ترى بيحصل معايا كده ليه؟ يا ترى ده ذنبك يا وهج
علشان بعد ما عشمتك بالحب سمعت كلام أمي وسبتك لأنك مش مستوايا؟ ولا ذنب مي؟ مي اللي كانت بنت العمدة وكنت ببهدلها لدرجة إن ابني مات، وبعدها طلبت الطلاق وكمان بهدلتني. يا ترى ذنب مين؟ يا ترى أنت ماشي صح يا فواز، ولا القسوة اللي في أمك اللي طول عمرك شايفها فيها بقت فيك أنت، لدرجة إن زي ما قالت وهك أختك هربت ومش عملت لك أي اعتبار لأنك أنت ما سألتش فيها، فتسأل فيك ليه؟ أما في بيت فواز كانت قاعدة الحاجة حكمة، أم ست جبروت بمعنى الكلمة، وساعتها كانت بتتكلم في التليفون وتقول: البت اللي اسمها نور دي ضيعت علينا كل حاجة، ضيعت كل حاجة، كان زمانك انت اللي متجوزها يا خايب، وكان زمان كل حاجة دلوقتي في ايدينا. رد عليها اللي على التليفون وقال: وانا هعمل ايه يا امي يعني؟ ما انت عارفة ان هي رفضتني كم مرة، وبعدين ما انت بقالك كم سنة معاهم في البيت وما عرفوش عنك حاجة، ولا عرفوا يميزوك انك مش امهم، ورغم كده ما قدرتيش تسيطر على اي حاجة. معاك حق، بس هسيطر ازاي وانا الموكوسة اختي ما كانش ليها علاقة بده كله؟ ها دلوقتي لو انا جيت اسيطر فواز هيشك فيا، وبالذات زمان شك فينا، لولا اعرف كل حاجة هنعملها ازاي، ولولا كنت اختي كانت بتحكي لي على كل حاجة خاصة بينها وبين فواز لما كنت بكلمها، كان زماني دلوقتي ما عرفتش اكون مكانها. طيب اسمع اللي بقولك عليه يا امي، دلوقتي حاولي تركزي تمض فواز على اي حاجة. فواز مش عبيط ولا هبل، فواز بيقرا كل ورقة حتى لو انا امه، بيقرا ورايا علشان كده مش عايزة خاطر امي. فواز رجع لوهج، يعني حبة حبة هيرجع فواز بتاع زمان اللي كل البلد بتحبه وبتحترمه علشان بتحبه، مش بتحترمه خوف ورعب منه، يعني احنا كل حاجة دلوقتي بقت في خطر. تمام ماشي، هيقفل دلوقتي اما اشوف هعمل ايه، ومش كل شويه تفكرني بالزفت اللي اسمها وهب، انا حاسه اصلا ان هي عارفه حاجه ومخبيه، البت كل ما بتشوفني بتبص لي نظرات غريبه قوي. اما عند وهب فكانت قاعده على التليفون وماسكه التليفون وبتتكلم فيه وبتقول: ايوه يا نور، عامله ايه وسيف عامل ايه؟ ردت نور وقالت لها: احنا كويسين الحمد لله يا وهب، إيه انت اللي عامله ايه؟ وكمان فواز عامل معاكي ايه؟ ها انا عارفه ان انت زمانك شايله فوق طاقتك، بس انا مش عارفه اعمل ايه، انا خفت اخسر سيف زي ما انت زمان خسرت فواز، وكمان انا مش مرتاحه لامي، انا حاسه ان هي مش امي، حاسه ان هي اتغيرت 180 درجه. ما فعلا يا نور مش تبقى امك، دي خالتك، خالتك جمالات. على فكره يا نور انا عرفت ده من اول يوم دخلت فيه البيت ده، هاو يمكن من اول زمان، أمك يا نور إجت لي قبل ما خالتك تموت أو أمك ذات نفسها تموت، وقالت لي إن هي نفسها إن أنت تتجوزي سيف علشان عارفة إنك بتحبيه، وإن أنا أتجوز فواز، وكمان كانت طريقتها معايا حلوة جدا. وفجأة خالتك تموت، وفجأة أمك تتغير وتنسى المقابلة وتروح تخطب مي بنت العمدة، وفجأة حاجات كتير تحصل. أنا شاكة إن دي خالتك جمالات، ولأنهم كانوا توأم مشابه بعض ومحدش يعرف يميزهم حتى أنتوا، استغلت الفرصة دي. انت بتقولي ايه؟ لا اكيد في حاجة غلط. صدقيني انا كنت شاكة، بس دلوقتي اتأكدت لما جيت وعشت مع الست دي، حسها مش نفس الست اللي قعدت معها واتكلمنا بدل مرة اتنين وتلاتة. صدقيني دي خالتك. طب عايز اسألك سؤال نور، هي امك كانت ممكن تغصب عليكي تتجوزي ابن خالتك فتحي الصايع بتاع البنات، هي اللي كل شوية سهر ومشاكل علشان بس تنفذ وصية اختها؟ طب ليه مش فرحت اختها وهم عايشين وخليت انتي تتجوزي ابنها؟ لا الموضوع ده زي ما انا بقول، بس انا محتاجه دليل، دليل قوي علشان اثبت للكل ان الست دي جشعه واستغلت موت اختها وقعدت مكانها علشان محدش بيعرف يشبه ما منه. وكمان انا شاكه ان هي ليها دعوه بموت امي، اشمعنى لما راحت زارتها؟ نور بدات تعيط وتقول: بالله عليك يا وهب، بالله عليك دوري على الحقيقه وقوليها لي، علشان لو كده فعلا ارتاح، احس ان مش امي بعتني بالرخيص كده. بطل عياط وروحي شوفي فين سيف وقعدي معاه واحكي له على كل حاجه انا قلتها لك، وما تخافيش انا هحاول الاقي دليل في اقرب وقت. وبعدها قفلت المكالمه وهي بتقول: يا انت يا جمالات
لازم أعرف كل البلد حقيقتك، ولازم أشوف الحاجة حكمت ماتت إزاي. أما في المزرعة كان قاعد سرحان وبقول أنا مغلطتش لما ضربت مي، أنا مضربتهاش جامد، بس كنت عايزيني أعمل إيه؟ هعمل إيه لما شفت البنت هي اللي بحبها بتضيع من بين إيديا، وبعدها متجوز مجبور أتجوز واحدة تانية، ويوم ما أتجوزها ألاقيها بتتطاول على والدتي، أعمل إيه؟ أما في بيت العمدة، فكان قاعد العمدة وبنته مي معاه، وبتتكلم مي وبتقول أب أنا عايز أعرف هو في إيه؟ ليه أجبرتني أجوز فواز مع إني قلتلك أنا مش عايزاه، وإن هو بيحب وهب بنت عبد الحميد، وإنت أصريت إن أتجوزه، وبعدها بقيت تصر إن أمه لو كلمتني أغلط فيها لحد ما خسرت ابني يابا. في إيه يابا؟ أنا عايز أفهم حاجة، إنت عملت ده كله علشان تاخد التعويض ولا في إيه؟ إنت مش بتحب فتحي ابن خالته وعايزة تتجوزيه؟ أنا بقولك أهو اصبري حبة، هو فتحي هيكون يليق بيكي، وهو الكل في الكل، وهجوزك ليه؟ فتحي طول عمره أمه كرهاني يابا، ومش عايزاني، حتى لما ماتت قالت إنه لازم يتجوز وصيتها ابن بنت أختها، ولولا بنت أختها هربت مع سيف بنت أمين، كان زمانه دلوقتي متجوزها. ما تخافيش كل حاجة هتتحل، وقومي نامي انتي وما تقلقيش. انا حاسه ان انت بتدبر لحاجه يابا، يا خوفي يابا الاحساس يطلع صح. كانت بتقول الكلام ده بينها وبين نفسها وهي بتبص لابوها، وخايفه لابوها يكون فعلا بتدبر نصيبها، وساعتها هتقع عليهم كلهم. وهنا مشيت مي، وفضل العمده يكلم في نفسه ويقول انا كل اللي عملته ده علشان بحبك يا جمالات، حتى بنتي لعبت بحياتها علشانك يا جمالات. اما عند جمالات كانت قاعده وبتفتكر كل اللي حصل من 5 سنين، لما كانت بتخطط ان هي تاخد كل حاجة من اختها، وافتكرت كل اللي حصل من 5 سنين واتفاقها مع العمدة وابنها. يعني يا يعني اللي بتقوليه ده؟ انا عايز افهم. اسمع يا ابني، احنا هنجيب الدواء اللي العمدة جابه ده ونحطه في عصير، هيعمل لخالتك هبوط مع القلب الضعيف، ودقات قلبها هتموت في ساعتها، هتموت قدام، وبعدها اول ما تموت هلبسها هدومي واخد انا هدومها والبسها، وبعدها هصرخ واقول ان اختي جمالات وانا قاعده معاها وقعت ماتت لوحدها. الناس كلها هتتلم، وانت هتيجي وهتعيط وتحضني وتقول يم، تحضن اللي ماتت مش انا. وابن خالتك هيجي، وساعتها انا هقول له ان خالته جمالات وانا قاعده معاها مره واحده لله السر طلع، واروح البيت واعمل نفسي زعلان، وبعدها هفاتح ابني واقول له ان خالته جمالات قبل ما تموت وصتني إن أجوز نور لابنها فتحي، وإن فتحي بقى ابن أختي ويتيم ولازم أعمل كده، وساعتها هو هيوافق. وبعدها أنا هقوله إنه مش عايزاه يتجوز البنت اللي اسمها وهج دي، وإنه عايزاه يتجوز مي بنت العمدة، وساعتها هو مش هيرضى يرفض لي طلب زي ما طول عمره مش بيرضى يرفض لخالتك طلب، وبعدها أنت تتجوز نور وهو يتجوز مي. أنت بتقولي يام بقى عايزاني أتجوز نور واسيب مي واخليها كمان تتجوز ابن خالتي؟ بتقولي يام ده انا وافقت على علاقتك بالعمده وسكت على بلاوي كتير علشان خاطر مي، تيجي انت تقوليلي دلوقتي مي هتتجوز اللي اسمه فواز ده؟ مستحيل يام. يا ضيفها مبطل غباء، احنا في يوم هنحط لنور حاجه في العصير بعد الجواز بسنه ونص عشان محدش يشوف وانت ما تكونش موجود، وساعتها هي هتتعب، وساعتها اخوها الشهر هياخدها بسرعة ويطير على المستشفى، انت بقى بشطارتك تلعب في العربية، ساعتها هيعملوا حادثة والاتنين يموتوا، ويبقى كده معاش غير جوز بنتي واللي ابن اختي كمان مرات ابني، واجوزكم علشان البيت يفضل علي، وكل حاجة تبقى ليك في الاخر يا موكوس ومي ليك، وبدل ما انت عايش كده في حتة البيت ده وخالتك اللي عاملهن، يبقى كل العز اللي فواز فيه هو واخته بتاعك. خلاص يما اتفقنا، واللي انت عايزاه كله هعملهولك، بس قدامك يما سنتين من النهاردة وتخلصي كل حاجة. وفعلا الخطة بتاعتهم مش زي ما هي، وتاني يوم اجت الحاجة حكمة اللي كل الاهل البلد كانوا بيحبوها، وهي واختها كانوا قاعدين مع بعض ما كانش فارق بينهم غير اللبس، دي لابسة اسود الحاجة حكمت من يوم ما جوزها مات وما خلعتهوش،
اما بقى اما لقيت فما بتحبش اللون الاسود ده، الاختلاف اللي ما بينهم غير طبعا اختلاف الخير والشر الكبير بينهم. ان جمالات واحده حقوده، هي بتبين للناس ان هي طيبه، بس هي حقوده والغل ما ليها والطمع. اما بقى حكمت فهي طيبه فعلا. حكمت بعد ما شربت العصير اللي جمالات قدمته لها حست بتعب رهيب بعدها بربع ساعه، وقالت لها انهضيني يا جمالات، انا تعبانه قوي مش قادره اخد نفسي. ايه جات موتي بقى يا حكمة، موتي وريحيني منك، هتفضلي لامتى مكوشة على كل حاجة؟ ده حتى الواد فتحي مرضيش تتيش تخليه يتجوز دول علشان بس ياخد من الخير شوية، وقلت ده صايع وبتاع بنات. موتي يا حكمة موتي وخلينا نرتاح منك ومن شرك بقى. حكمة ما كانش مصدقة ان اختها تعمل كده، وقعدت تكح وتحاول تاخد نفسها بس مفيش فايدة، لحد ما فعلا ماتت. وبعد ما ماتت بدأت تقوم تغير في هدومها وعلشان تلبسها وتساعدها تعمل كل حاجة وتاخد مكانها. وهنا فاقت من شرودها وقالت عملت كل حاجة وكل حاجة مشيت لها زي ما أنا ما كنت مخططة، لولا بنتك الغبية يا حكمة، لولا بنتك الغبية هربت كان زماني دلوقتي أنا المسيطرة، وابني اتجوز البنت اللي بيحبها. وفي مكان مجهول أول مرة أروحه كان قاعد تلاتة مجهولين شباب ومعاهم ستة، وواحد من الشباب ده ويعتبر هو الزعيم بتاعهم كان بيقول رنيتوا عليا ليه؟ في أي مستجدات؟ أيوه. وهج بدأت تشك في الموضوع، وإحنا بنراقب تليفونها سمعناها وهي بتتكلم مع نور وبتحكي لها على اللي شاكة فيه. والله وهج دي هي اللي هتجيب لي جلطة فيه، أنا مش عارف عمالة أشغل مخها ليه، ما هي كده كده بتخرب علينا إحنا. اتكلم المجهول رقم تلاتة وقال العمدة بيلعب من تحت لتحت في الآثار والمخدرات، هو طبعا هو عاوز يسيطر على فواز علشان ياخد كل حاجة ليه، وعمل الخطة دي كلها وضحك على جمالاته ومفهمها انه بيحبها علشان يسيطر على البلد وفواز يبقى تحت عينيه ويعرف كل حاجة عنه. طبعا الموضوع ده بيحصل من على طريق جمالات هاني اللي فواز بيأمنها وبيحكي لها على كل حاجة للأسف. أيوة يا بص. طب والمراقبة للعمدة مش عرفتكم أي حاجة عن شغل الشمال ده؟ للأسف لأ، ما قدرناش نوصل لأي حاجة أو نعرف أي حاجة. أنا من رأيي نخلي الجاسوس بتاعنا يحط له مايك صغير في أوضة النوم بتاعته في أوضة المكتب في المكان اللي بقعد فيه، لأن بصراحة كده أنا حاسه لما بيتكلم في التليفون بكون حذر جدا أو بكون خايف أو بأمن نفسه، وكمان ما بقولش أي حاجة قدام الجاسوس بتاعنا أو بلمح حتى. تمام، خلي الجاسوس بتاعنا يحط الأجهزة في مكان مخفي، وانتوا تحاولوا تدوا أجهزة تكون محدش يشوفها أو محدش يفهم هي لأي كأنها ديكورات، فاهمني؟ لأن بصراحة كده أنا حاسس إن في حاجة غريبة بتحصل في البلد، ناس غريبة داخلة وطالعة، حاسس إن العملية قربت. تمام يا باشا، أنا دلوقتي هنمشي علشان محدش يشك بحاجة، وبعدين نتجمع لو في أي جديد زي ما على طول بنتجمع. هتعوزي حاجة يا ست الكل؟ تسلموا، بس خلي بالكم من نفسكم كويس، فاهمين؟ خلي بالكم من نفسكم. أما عندي واحد هي اللي كانت رغم زعلها من فوازي لكن لسه بتحبه، كانت قاعدة في الأوضة مستنياه، فواز دخل ولقاها لسه قاعدة، قال لها خير؟ لسه قاعدة عندك بتعملي إيه لحد دلوقتي؟ مفيش، بس أنا كنت جاي أسألك هي هتفضل نور وسيف هربانين لحد امتى من البلد؟ انا عايزاهم يرجعوا بقى، عايزاهم يرجعوا كل حاجه ترجع زي زمان. ما انت خلاص اتجوزتني والناس نسيت. بقولك يا وهج، لو مش عايزاني امسك فيكي ولا عايزاني انسى كل اللي بيننا، وكمان رصيدك يخلص عندي رغم كل اللي عملتيه لسالك، رصيد موجود عندي. ما تجيبيش سيره اخوكي ولا تجيبي سيره البنت اللي مشيت دي، هي ما عادتش اختي ومش عايزه اغلط. خلاص كل حاجة انتهت، ولولا ان هي كانت وصية من المرحوم والدي ان احافظ عليها كان زماني دلوقتي بدور عليها علشان اقتلها. سيبيني في حالي يا وهج وما تجيبيش السيرة دي تاني. اما في البيت اللي قاعدة فيه نور هي وسيف بعد ما هربوا واتجوزوا، كانت قاعدة نور هو بتقول لسيف على كل حاجة قالتها لها وهج. سيف اتكلم وقال لا 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 مش معقول، انا عارف وهج بتحب تألف افلام جدا، بس مش معقول يعني واحدة تتخلص من أختها علشان الأملاك. لا لا لا
أنا مش مصدق الموضوع ده. لا بقى يا سيف، أنا شاكة إن الموضوع فيه إن بصراحة ماما اتغيرت خالص بعد موت خالته، وقلت يمكن نفسيتها وقلت حاجات كتير، بس فعلا كلام وهج النهاردة حسيته صحيح، حسيت خالتي هي اللي عايشة معانا، عشان كده بقولك كلام وهج صح 100%. طيب يا حبيبتي، لو كلام وهج زي ما انت ما بتقولي صح 100%، انا هخلي وهج تدور على الموضوع. المهم ما تفكريش انت تروحي او تواجهي او تقولي اي حاجه، اخوكي مش طايق الحكايه، واخوكي هيكدبك وهيقول كلام كتير، وانا مش عايزك تزعلي. ربنا يخليك ليا يا سيف، انا فعلا حاسه انك عوض لي عن كل العذاب اللي شفته في الفتره الاخيره دي. هما في بيت العمده كان قاعد الجاسوس وبيتكلم في التليفون وبقول، طب دي انا هعملها ازاي؟ انا فعلا حاسه ان في حاجه غريبه، بس معرفش انا هعمل كده ازاي، انا خايفه لا يكتشف الحكايه، وساعتها هو اصلا ما بيعزش حد، هروح في رجليه. اتكلم واحد من الفريق المختصر وقال، ما تخافيش وجمدي قلبك، احنا بنعمل حاجه علشان نحمي البلد والوطن، واكيد ربنا معانا، وما تخافيش كلها ايام ويا العمده. مش مصدقه ان انا بنفسي بوقعه، مش مصدقه كل ده. ساعات ما بنصدقش لما نكون احنا بنفسنا اقرب الناس، بنوقع اللي بنحبهم، بس ما دام اللي بنحبهم غلطوا يبقى لازم نتحاسبوا، ولازم يتعرفوا ان الله حق. انا اسفه اني بفتح عليك المواجع، رد عليها الشخص وقال لها، انا عمري ما نسيت علشان تفكريني، عمري ما هنسى لحظه صدمه ابويا وهو بيتغدر بيه على ايد مين اقرب الناس ليه، وواقفه بتضحك، عمري ما هصدق هي ازاي كان بيترجاها علشاني وهي رافضه. بقولك ايه، انا هقفل والحاجه زمانها على وصول عندك، حط الحاجه مكانها علشان نعرف بقى نخلص من الكابوس اللي احنا فيه كلنا ده. عدت الايام وقدر الجاسوس يعرف ان العمده فعلا هيهرب شحنه كبيره من الاثار والمخدرات في وقت محدد، علشان كده اتجمعوا الفريق اللي بدور ورا جمالات والعمده، واتكلم واحد وقال، الجاسوس كلمني وقال إن عملية التسليم هتتم على التلة الكبيرة يوم الخميس الساعة 3 الفجر. وهنا اتكلمت الست الكبيرة اللي كانت قاعدة وقالت، طب جمالية كده هتروح خلاص كده، يوم الخميس هتكون نهايتها. للأسف جمالية كانت نهايتها مكتوبة بدري عن كده، بس للأسف هي كانت مرتبطة بالعمدة، وهي اللي خلتنا نوصل للعمدة ونعرف عنه كل حاجة، علشان كده سبناها، للأسف هي غلطت كتير ولازم تتحاسب. وعدت الأيام واتقبض عن العمدة، هو يوم الخميس الفجر كان في بيت فواز الجرس عمال يرن، فتحه واتفاجئت جمالات بالشرطة ماسكاها، بصت لابنها بحزن وقالت له، هو في ايه؟ ايه اللي بيحصل هنا يا ابني؟ مفيش يا أمي، وبعدين انت لسه بتمثلي؟ كل الحكاية انه جايين يقبضوا عليكي علشان انت متهمة بقضيتين قتل، الأولى هي قضية والدي اللي قتلتيه مع العمدة وفاكراني معرفش، والقضية التانية هي قضية شروع قتل خالتي اللي انت حاولتي تاخدي مكانها وتحتلي مكانها. انت بتقولي يا فتحي يا ابني، عيب عليك يا ابني تعمل كده في خالتك، ايه اللي وصلك تعمل كده؟ لسه بتكدبي؟ طب احب اقولك معلومة بقى، ان خالتي عايشة ما ماتتش، وان انا ظابط في المخابرات المصرية، وفواز كمان انا دخلت الشرطة علشان بس ساعتها اقدر اواجهك باللي عملتيه في والدي من وراكي، اما فواز دخل من ورا الكل علشان والدته، اما بقى سيف واللي هو هرب مع نور فهو ظابط والكل عارف، واحنا التلاتة ما كناش نعرف ان ولا واحد فينا ظابط، واتجمعنا احنا التلاتة في مكتب اللواء بالصدفة. وهنا بدأوا يفتكر اللي حصل من 6 سنين لما اللواء جمعهم، واتفاجئوا بنفسهم هما تلاتة متجمعين قبال بعض، واللي هو بقول بكل صرامة، أنا عارف إن انتوا دلوقتي زمانكم مش فاهمين أي حاجة، إزاي انتوا تلاتة ظباط وانتوا من نفس البلد ويعتبر قرايب وما تعرفوش بعض، بس انتوا من أكفأ الظباط وكل واحد خايف هويته، علشان كده أنا جمعتكم لأن المهمة خطيرة، وهي إن العمدة بتاعكم مشتبه بيه، إنه بوزع مخدرات وكمان بوزع آثار ولازم نقبض عليه، بقالنا سنين بنحاول نقبض عليه وكلفنا كل واحد فيكم، بس ولا واحد فيكم عارف ينفذ المهمة زي ما هي مطلوبة منه،
علشان كده انا اضطريت اجمعكم انتوا التلاتة وقدامكم الوقت براحتكم. المهم تقضوا عليه، لان الراجل ده ممكن يعمل اي حاجة تانية غير الاثار والمخدرات. ده ممكن يدخل السلاح وممكن يعملها حرب اهلية، والدولة حساسة الايام دي وضعها، ومش ناقصين. انا هسيبكم مع بعض تفكروا هتعملوا ايه. وهنا سابهم وخرج اللواء. وهنا اتكلم سيف وقال ممكن بقى اعرف البشوات مخبيين ليه ان هما دخلوا كلية الشرطة، وان هما كمان اماكنهم حساسة وقوية او في الداخلية، ليه مش قايلين لحد؟ اتكلم فواز وقال اولا والدتي كانت رافضة ان ادخل كلية الشرطة لانها خايفة عليا، وبالذات ان والدي كان لواء واتقتل، علشان كده هي خايفة عليا، علشان كده قررت ادخل من وراها وساعدوني زملاء بابا. سكت فواز ومستني اجابة فتحي. فتحي اللي يعتبر اخوه صديقه وكل حاجة ليه، علشان كده قرر ان هو يستنى اجابته. ليه مش قاله؟ طب هو خاف يقول لا يقول لامه وامه تعرف، هو ما قالش ليه وايه السبب؟ اتكلم فتحي بغل وحقد وقال فيه ان انا من صغري عاوز اجيب حق ابويا، ابويا اللي اتقتل غدر، خالتك قتلت جوزها. سمعت يا فواز؟ امي قتلت ابويا هي والعمدة، وامي لانها مع امك وفي بيتكم على طول، العمدة لف عليها علشان تنقل لها اخبار والدك اللي كان ماسك القضية، علشان كده قتلوا ابويا لما عرف الحقيقة، وكان هيبلغ والدك قتلوه. شفت كل حاجة، شفتهم هما بيقتلوه، كنت لسه صغير وحلفت لا هدخل كلية الشرطة وانتقم لابويا اللي مات غدر، وانتقم لكل شاب مات بالمخدرات، حتى لو امي هقتلها بايدي. ايه يعني امك عارفة بيعملوا العمدة ومشتركة معاه؟ لا هي ما تعرفش اللي هو بيعمله، بس هي عارفة بحاجات تانية، يعني مثلا عارفة ان هو عايز ياخد مكان ابوك علشان يبقى الكبير في البلد، بس ما تعرفش بالمخدرات. وكمان هي بتغل من امك علشان هي الكبيرة وعايزة تكون مكانها. بصراحة انا بقيت خايف على امك وعن كل حاجة. طب اسمع يا فتحي، انت مش بتحب مي بنت العمدة ونفسك تتجوزها؟ مي ملهاش علاقة باللي امها وابويا بيعمله، وانا مش عايزه ادخلها في الموضوع ده. يا غبي افهم واسمعني للاخر، ما دام بتحبها حاول تراقب امك والعمده لحد ما يتقابلوا. اكيد بيتقابلوا، واكيد زي ما انت ما قلت بدال هو بيضحك عليها، اكيد لسه بيضحك عليها. حاول بقى انك انت تمسكهم في الجرم المشهود وتقول لهم انك بتحب مي، وانك عشان ترضى بالعلاقه دي يجوزوك مي. وبعد كده ايه اللي هيحصل؟ وبعد كده تبدا تقنعهم انك معاهم في كل حاجه، وانك عاوز فلوس وعايز تكون مشهور، وتبين لهم انك مغلول مني علشان يصدقوك وتدخل وتشوف اللي جواهم بجد. اما بقى بالنسبه لابوك وحقه، فاحنا نطلب بتشريح الجثه بعد ما نقبض عليهم، وساعتها يتقبض على امك سهل جدا لانها هي اللي قتلته. وفعلا مشوا على الخطه لحد ما فيهم انصدموا كلهم، انصدموا بالخطه اللي عاملاها الاخت علشان تقتل اختها وتاخد مكانها وتجوز عيالها للي هي عايزاه. ووقتها اتكلم فواز وقال فتحي انا عايزك تعمل كل اللي امك بتقول عليه، بس انت اللي تحط العصير لامي، وبدل ما تحط العصير اللي جايبه العمده، لا هديك انا عصير مخدر تحطه في العصير، هيعمل لها شويه هبوط وبعدها هيغمى عليها، وانا هاجي وهقول ان هي ماتت، وهعمل لها انا كل حاجه وهنقلها هنا في البيت ده. طب موضوع الجواز ده هنعمل فيه ايه؟ اسمعني يا فتحي، احنا لازم نمشي على الخطه زي ما هو ما بيقول، ومي لازم تضرب الخطه، حتى نور لازم تضرب الخطه، وساعتها هيتم الجواز. بس انا وعدك يا صاحبي اني مش هلمس منها شعر، وهتكون اختي لحد ما اطلقها ونخلص من الموضوع ده وتتجوزها، اوعدك بده. وانت كمان نور ما تلمسش منها شعر لانك مش بتحبها. انت بتقول ايه؟ لا تهبلت في عقلك ولا ايه؟ انت عارف ان انا بحب نور ونور بتحبني، وبعدين نور مستحيل ترضى بفتح، يعني لو قلنا لها وافقت خالتك هتشك، ولو انت غصبتها خالتك هتشك، يعني المفروض احنا ما نعملش الموضوع ده خالص. طب خلاص فتح، علشان يبين ان هما معاهم في الخطه يوافق ان مي تتجوز، وانا وعده انه مش هيلمسها ويحكي لمي كل حاجه. مي اصلا زمانها عارفه حاجه عن ابوها، وعلشان برضو مي بعد ما تتطلق تكون هي عنا في بيت العمده، ومي انسانه محترمه هي ووالدتها، مي مش هترفض. وانت هنقول ان احنا هنجوز لك نور لفتحي، وانت تاخدها وتهرب، وبكده كل حاجه تكون تمام.
طب افرض مي شكوا في الموضوع، وليه انت مش بتقرب منها، او يعني عرفوا ليه هي مش حامل وخدوها وكشفوا عليها، هنعمل ايه؟ مي خليها تكون بتذاكر في خالتي شويه، وانا ما بحبش كده، وامي خط احمر عندي، وفي مره اضربها علقه موت، واقول ان اللي في بطنها نزل، وهي تطلب الطلاق، وابوها الجشع هيطلب تعويض كبير قوي، وخالتي هتشجعه عشان ياخدوا مني اي فلوس، وبالذات بعد ما نور طهر ومش يعرفوا يحطوا ايديهم على كل حاجه. تمام، بس انت نسيت حاجه، نور هترضى تهرب؟ طيب سيبك ان انت هتضغطوا عليها في حكايه جوازي فهتهرب، انت ناسي ان احنا صعايده وده موضوع هيقلب بطار؟ ما انتوا يعني انتوا عارفين اني بحب وهج، ويعني هروح اقول اني وهج مكان اختي علشان الموضوع يتلم؟ انتوا عارفين انا ما اقدرش، وبالذات البت هتكون شايله مني قوي اني سبتها ورحت خطبت مي. يلا ربنا يعدي الموضوع على خير، وبعدين نقول اي كل حاجه، المهم نور ما تعرفش حاجه، لان نور ضعيف وممكن في مره تفلت منها وتقول لوهج، ووهج لسانها متبر منها. تمام خلاص، ايه اللي تشوفه. وعدى اليومين ونفذت خيمات الخطه، وهم حطوا مخدر قوي جدا لحكمه اللي قعدت يومين في غيبوبه او نايمه، وبعد يومين فاقت لقت نفسها في البيت اللي هما بيتجمعوا فيه ومحدش يعرف عنه حاجه. بدات تعيط لما لقت ابنها وابن اختها كمان سيف، تعيط وتقول شفت خالتك، خالتك كانت عايزه تقتلني، خالتك اقول لها تعبانه تقول لي غور، خالتك كانت عايزه تموتني، انا بجد صعبان عليا نفسي قوي يا ابني. اهدي يا ام، خالتي عملت اسوأ من كده علشان طمعها، بس انا وعدك ان هعمل اي حاجه علشان ارد حقك وحق كل واحد ظلمته، اوعدك يا امي. وفضلوا يحاولوا يهدوها ويقولوا لها على الخطه، وهي فين وفين عم اقتنعت باللي اختها عملته. يصعب على الواحد ان اخته او اخوه هو اللي يغدر بيه. وهنا فقاموا شرودهم بعد ما اتحكى كل حاجه لجمالات، جمالات اللي اتفاجئت باختها حكمه واقفه قدامها وتقول لها ليه عملت كده يا جمالات؟ ليه؟ ده انا وانت اللي شفنا دلوقتي مش يفرقنا عن بعض، ومحدش قدر يفرقنا، ليه تعملي كده يا بنت ابويا؟ ليه تغدري بيا كده؟ زي ما انت قلتي نفس الشكل بس مش نفس الحظ، طول عمرك بتكوني احسن مني، اتعلمتي وكنتي اشطر مني، طول عمر ابوك وامك بيميزوني عني، طول عمرهم يقولوا حكمه وحكمه وحكمه، وكانهم ما جابوش غير حكمه، حتى لما اتجوزت واحد خايف على بابا الله، ما حتى ما كانش عارف ياكلني، لحد ما اجى العمده ووهمني بالحب، وطلع كمان كان عاوز يعرف اخباركم. انا خلاص خلاص، لو طلت هقتلك، انا مش ندمانه اني قتلتك، وايوه يا سيف انا اللي قتلت ابوك، ايوه يا فتحي انا اللي قتلت ابوك، قتلت جوزي وكنت هقتل اختي، وهقتلكم كلكم، هخرج لكم وهقتلكم، هخرج لكم وهقتلكم. وفضلت تضحك وتقول كلام مجنون، ابنها حتى ما كانش زعلان عليها، كان ببص لها باستحقار، لحد ما الشرطه خدتها. هو يتكلم هنا فتحي وقال انا خلاص مسافر يا خالتي، مي وامها عاوزين يسافروا بره البلد قبل ما اي حد يعرف الصبح بالحقيقه المر، وانا كمان قبل ما البلد تعرف اللي امي عملته، عايز اهرب من عيون الناس، انا قدمت ان انقل شغل بره البلد وهروح القاهره، وحتى لو رفضوا هستقيل، انا كده كده مش عاوز حاجه تفكرني باللي حصل. عاوزين حاجه؟ خلي بالك من نفسك يا ابني، وخليك عارف انت مالكش دخل باللي امك عملته، مالكش دخل نهائي. وبعدها مشي فتحي، وبعد ما مشي بص فواز لحبيبته لقاها سابته ومشيت وهي زعلانه لانه مش قال لها حاجه. اتكلمت الحاجه حكمت بابتسامه وقالت اطلع يا ابني رد مراتك، اكيد هي زعلانه علشان انت ما قلتلهاش الحقيقه، واكيد هي موجوعه من اللي انت عملته. اما في بيت نور وسيف، سيف حكى لها كل حاجه وقال لها ان والدتها عايشه وان هم عارفين بكل حاجه، وبعدها قال انا اسف اني خبيت عليكي يا حبيبتي، بس انت قعدت فتره طويله مع خالتي وكان لازم اخبي عليكي كل حاجه، علشان لو عرفتي مش كنت هتتحملي، كان ممكن خالتك تعرف اي حاجه منك من توترك منها، كانت ممكن تاذيكي. ما تعتذرش يا حبيبي، انت عملت اللي عليك وحميتني وحميت عيلتي، انا بحبك قوي يا سيف، بحبك قوي، يلا علشان نروح نشوف ماما. اما عند وهب كانت قاعده في اوضتها حزينه وفي نفس الوقت فرحانه ان حبيبها ما غدرش بيها، حبيبها ملابش مسش غيرها، حبيبها مش بالقسوه دي كلها، حبيبها كان بيعمل ده كله علشان يرجع حق امه ويحمي البلد،
اتكلمت وقالت بزعل. بقى كده يا فواز، بقى كده بقى تخبي عليا انك في كلية الشرطة وتخبي عليا ده كله ليه يا فواز؟ ده انا عمري ما كنت هطلع سرك بره حتى لو على رقبتي. ليه مش جيت قلتلي؟ تخيل كام ليلة وانت فرحك على مي كنت ببكي بدل الدموع دم. كنت مش مصدقة ان حب حياتي وشبابي وكل حاجة راح من بين ايديا وكان بيخدعني. حتى لما كلمتك وقلتلي كل شيء اسمه النصيب كنت بموت. انا بثق فيكي اكتر من عمري، بس انت متخيلة الوضع كان ايه؟ انا طلعت اختي من بيتي هربانة والناس جابوا سيرتها علشان احميها. اختي، اختي اللي المفروض شرفي وعرضي، بس كان بايدي ايه؟ خفت اسيبها واحكي لها تتوتر وتقلق. تخيلي انت بقى، هاجي اقول لك ايه؟ هاجي اقول لك ان انا بحبك وتمثيليه واحكي لك اذا كنت انت اصلا شكيتي في الموضوع من ساعه ما جيتي هنا وبتحوري وبتحاولي تعرفي كل حاجه وبتعامليها وحش وهي متضايقه وعماله تعاملك وحش. تخيلي بقى لو انت عارفه الحقيقه هتعملي ايه وهي كانت ممكن تعمل فيك ايه؟ انا بحبك، بحبك قوي يا وهج، ومش عندي استعداد اخسرك، لا ازعلك، ولما تعرفي الحقيقه تتراضي ولا اخسرك واموت انا بحسرتها. بعد الشر عني، ما تقولش كده يا فواز. كنت زعلانه ومقهوره مني، بس عمري ما تمنيت لك السوء ولا عمري تمنيت لك انك تتاذي. انا بحبك قوي يا فواز، بحبك قوي، لا انا بعشقك. انا اللي بعشقك يا وهج، بحبك قوي قوي قوي. ما كنتيش اعرف ان انا بعشقك كده غير في الفترة اللي اتجوزتك فيها وجيت قعدتي هنا في البيت. كنت خايف عليكي قوي مي، لانها بتكون حبيبي وهتبقى مرات صاحب عمري وابن خالتي. كنت خايف عليها، بس كنت عارف ان ابوها هيحميها، بس انتي كنت خايف ومرعوب وقلقان لدرجة اني كنت ساعات ما بنامش اكلك، كنت لازم ابص عليه وكنت اراقبها ساعة الاكل. كنت ببقى مرعوب عليكي قوي، مش مرعوب على نفسي مع اني عارف ان في خطر، بس مرعوب عليكي انتي. تخيلي حتى يوم فرح على مي ما نمتش، مي قعدت تهديني، كان هين عليا اعيط واصرخ لدرجة ان كل شوية كنت عامل زي العيل الصغير، ارن على سيف واقول له شوف اختك عاملة ايه، شوفها فين، يقول لي يا ابني اهدى فترة وهتعدي وانت هتقول لها كل حاجة. انا اكتشفت ان انا من غيرك ولا حاجة، اكتشفت ان حب ليكي مزروع جوه جوه قلبي. انا بحبك قوي يا وهج، سامحيني، سامحيني واديني فرصه تانية، واوعدك ان عمري ما هخبي عليكي حاجه، اوعدك ان عمري ما هزعلك. قلت ايه يا وهج؟ انا بحبك قوي 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 قوي. قلت ايه؟ هتوافقي تديني فرصه؟ هتوافقي تخلينا نكمل مع بعض؟ طبعا بحبك وعمري ما هسيبك. انا دلوقتي بس بحمد ربنا ان ربنا اداني زوج زيك، زوج مخلص بيحبني بجد، عاوز يرضيني بأي طريقة. أنا بحبك قوي وعمري ما هسيبك، كفاية إنك اتحملت كل حاجة علشاني، كفاية إنك دلوقتي عايز ترضيني بأي طريقة. أنا بحبك ومستحيل أسيبك مهما حصل، مستحيل أسيبك، بحبك قوي، بحبك يا فواز، وهفضل أحبك وطبعا مسامحاك، وعايز أكون أم ولادك وحبيبتك ومراتك وبنتك وكل حاجة. انت نعمة كبيرة قوي في حياتي يا فواز، بحبك، بعشقك، بموت فيك. وعاشوا حياة هادية من ساعة ما اتقبض على الجميلات. ابنها اتجوز مي في نفس الليلة وخدها وراح وعاش القاهرة، والود بينه وبين خالته وولاد خالته ماشي، بس مش عاوز يرجع البلد. اما بقى بالنسبة لسيف ونور فهم رجعوا، ونور كانت فرحانة ان امها عايشة، امها كانت فرحانة للسعادة اللي شايفاها في عينيها. اما بقى بالنسبة للقابل بتاعنا وهو فواز ووهج، عاشوا حياة سعيدة مع بعض. الملخص مش انتهت قصتنا على ايه، ولا القصة ايه الابطال اللي فيها. الملخص من قصتنا ثلاث شغلات يا سيدة. هما اول حاجة ما تربوش ولادكم ان الولد الشاطر المتفوق هو المميز، لا كلهم مميزين عندكم، كلهم يتعاملوا بنفس اللي بتاع، لانهم لو ما تعاملوش بنفس الود وبنفس الحب هتلاقي حد يشيل الحقد، زي ما جمالات شالت على اختها حكمة كل الحقد ده في قلبها لحد ما كانت عايزة تخلص منها، وكمان عايزة تخلص من عيالها علشان الورث، وكمان بقت كارهة جوزها. عايزة اقول لكم بقى حاجة تانية، الخيانة يا سيدة لو انت مش حابة الشخص مش توافقي بيه حتى لو ايه اللي حصل، ولا انك تخوني وتزني، لان الخيانة والزنا نهايتهم معروفة. دي كانت نهاية جمالات اللي شالت جواها الحقد والغل والخيانة. مهما عدى على الجريمة اللي عملتها ابقى عارف ان ربنا شايفك وهيكشفك. هو بيديك مهلة واتنين وتلاتة تصلح،
بس لا، لما بلاقيك معاند وعايز تفضل على غلطك بعاقبك بأشد العقوب. بتمنى منكم ما تقعوش في نفس الفخ وفوقه، ولو حد عامل غلط يعاقب نفسه قبل ما حد تاني يجي يعاقبه، ويبقى شكله وحش قوي، شكله وحش لأنه تهان وتهانت كرامته. بتمنى ان القصة تكون عجبتكم، واذا عجبتكم لا تنسوني باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. دمتم في حفظ الله ورعايته، الى قصص تانية كتير جاية معانا، ومش تنسوا الاستفادة. مع السلامة يا ابطالنا الحلوين.